استاذ اشرف عدلان، حضرتك بتقول بيان ايه؟ بيان القوى الثوريه بخصوص احداث سيناء والوقفه دي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان تحالف القوى الثوريه: ان الثوره المصريه العظيمه قامت في مصر وعينها على ما يحدث في مدينه القدس والمسجد الاقصى المبارك، ولم يكن التغيير في المنطقه العربيه باسرها يستهدف تحرير الشعوب فحسب، ولكن تحرير الاوطان هو الهدف الاسمى، وخاصه فلسطين العربيه المسلمه. واذا تصور العدو الصهيوني البغيض ان ما كان يحدث من اعتداءات وتخطي الحدود المصريه قبل، وكان عملاء الصهيونيه الجاثمين على السلطه في مصر مروا على الاحداث مرور الخائنين لشعوبهم واوطانهم، فان ذلك لا ولن يحدث بعد ثورتنا المباركه. ولذلك نعلن اولا ان دماء جندي مصر واحد يساوي تعداد سكان ما يسمى باسرائيل باسرها. ثانيا ان شباب الثوره المصريه يحذرون الكيان الصهيوني من الاعتداءات على غزه وعلى سائر فلسطين، وهم على استعداد لان ينقلوا معركتهم الى داخل اسرائيل، وان اكثر من 40 مليون شاب على استعداد لان يعبروا الحدود المصريه ليقتلعوا الكيان الصهيوني من جذوره غير عارفين بطائراتهم واسلحتهم. ثالثا